بعام 2006 رجل من الجيش الأمريكي كان واقف يوزع شوكولاتة للأطفال. بعد ما غادر الجيش بدقائق فجر السيارة مفخخة وقتلتهم كلهم. باسم حمد قرر أن يسوي نصب للأطفال مكان الانفجار. الغريب أن النصب هم تفجر بعد أيام قليلة من افتتاح. سألت باسم من فجر النصب؟ صراحة ما كان عندي فكرة محددة، فكرة فيلم محددة، بس كان عندي إحساس أنه هاي لحظات لازم تتوثق. حتى الطريقة اللي كنت أصور بها مش طريقة فيلم، ما كنت أمشي على سيناريو ولا هيك، بس أحس إحنا يعني جاي نعمل شيء مهم وإنترستينج وما حد يتوقع بكرة شو راح يصير، فمن الأحسن نوثق هاي المرحلة. فكنت أوثق، بعدين بدت تطلع عندي فكرة الفيلم وصورة الفيلم، بعدين يعني اختصيت بشخصية باسم النحات. من أهداف جماعة نجين هو علاج تداعيات الحرب على مدينة بغداد بعد سنوات من الدمار. ماذا عن تداعيات الحرب على نفسية الفنان؟ كم من الوقت ستستغرق عملية يعني ضمد الجراح كما يقولون؟ هو الفن وظيفته هيك، وظيفته يبعث الحياة من جديد ويعمل على تصليح النفسية العراقية أو السورية أو أي نفسية تعرضت للحرب ودمار داخلي. فأكيد أكو أمل، بس إحنا كمان نكون واقعين، نعرف هاي هكذا نوع من الحروب راح يأخذ وقت، ممكن أجيال جيلين ولا ثلاثة، وكنا لو اشتغلنا بطريقة صحيحة واشتغلنا على الجيل الجديد وعلى الأطفال وكيف نحاول نمحي ذاكرة الحرب من عندهم، مش نمحيها الذاكرة بس يعني نخلصهم من اللي شفناه إحنا، أكيد راح ترجع الحياة وترجع هاي الشعوب.